يا بنت السلطان حني على الغلبان، المية في ايديكي وسندس عطشان. يا سلام، يا ما نفسي اشرب مية زمزم. يا حبيبتي ربنا يكتبها لك يا خالتي. يا رب يا اختي. ابوك الله يرحمه كان جابها لي في جيركن كده، وكانت ايه تقولي سكر. يا لهوي، انت يا لسه فاكره خالتي؟ ده انا كنت صغيره قوي. ودي تتنسي مية زمزم يا بنتي؟ على قولي كنا بخالتي. ازاي يحصل كل ده وما تطلبنيش؟ هو انت مش عمي؟ وهايدي دي مش بنت عمي؟ انا حزين منك يا عمي. خلاص بقى، مش وجع دماغ دلوقتي، مش فاضيين الحاجات دي. خلاص يا سيدي، نو بروبلم، مفيش مشاكل. الف سلام عليك يا هايدي، الف الف سلام عليك. ما تقلقيش من اي حاجه وما تحمليش هم حاجه طول ما انا موجود. دادا اعملي لها حاجه تشربها. ما تعمليش حاجه، انا مش عايزه حاجه من الست دي، مشوها من قدامي، مش عايزه منها حاجه. والله انا ماليه ذنب يا بنتي. طب والله العظيم، والله العظيم انت بنتي زيها واكتر كمان. انا ما اعرفش ولا عايزه اعرف انا حاجه من اصله. انا بلعن البطن اللي خلفت واحده بتعض الايد اللي اتمدت لها. انا مش قادره اسمع صوتها، مش قادره اشوف خلقتها. بقول لكم مشوها من قدامي حالا. خلاص خلاص خلاص. انصاف. بصي انصاف، خدي يا بنتي، خدي دول ها، وروحي انت دلوقتي. لما تروق هي حنديل. كتر خيرك يا بيه. تعالي يا دادا، تعالي افتح الباب يا انتصار. بس حبيبتي، بس بقى، بس بقى. الله، هو انت؟ صباح الخير. انا صباح الخير. انا مكتب النائب العام بيحقق في البلاغ المتقدم من البنك ضد هايدي ومروان. ده معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار بمنعك من السفر يا هايدي. هايدي لازم تسيب مصر فورا. اسيب مصر يعني ايه؟ ومين قال ان انا عايزه اسافر؟ هسافر ليه يعني؟ سافر ازاي وهي في الحاله دي؟ ازاي يعني؟ ده الحل الوحيد اللي قدامنا. انا كلمت مصر الطيران وحجزت لك على الطياره اللي رايحه لبنان كمان 3 ساعات، ومن هناك هتروحي على لندن. هايدي ده الحل الوحيد، زي ما بقول لك هتسافري يعني هتسافري، مفيش وقت للحزن. الحقني يا هيما، الحقني يا سكا، مش لاقي خالتي. ايه في ايه؟ عربيه نقل كبيره محمله زلط ولا ايه؟ ما تفهم، عدت في الحاره. ايوه لسه شايفها دلوقتي. الله يخرب بيوتهم، هزوا البيت هزه جامده. ابو الولاد الحرام قالوا زلزال، خلوا الولاد نزلت جريت مش عارفه في الشارع، بقالي ساعتين بدور عليها مش لاقياها، قلبت عليها المنطقه حته حته. خلاص استهدي بالله، انا هقلب لك عليها الدنيا. تعالي يلا، تعال تعال يا سوكا، خدوني معاك. يا ولاد الحرام، ست كبيره ازيها لابسه جلابيه سودا وحافيه اسمها الحاجه سندس، مريضه عقليا، اللي لاقيها يوديها للاخت كوريا في حاره الكرامه والاجر والثواب عند الله. يا ولاد الحلال، ست تايه بقى لنا يجي 3 ساعات ندور عليها، احنا لابسين الحرجه 10 مرات. انا حاسه ان انا مش هلاقيها. ده غنى ايه ده بس اللي حط على دماغي يا رب؟ تلاقيش يا كوريا، يعني هي تعرف حاجه بره المنطقه هنلاقيها. يعني هي بتعرف جوه المنطقه ما تعرف بره يا هيما؟ معلش هنلاقيها ان شاء الله، احنا طالق وراها العيال كلها. ما بس قلت لك يا خال، قلت لك ما تشيلنيش فوق همي، كنت كنت عايز تخلص وخلاص. وحبيبي واسمها الحاجه سندس، مريضه عقليا اللي لاقيها. يوه وده وقته يا هيما. يا بنت بواسيكي في ايه؟ في حاره الكرامه. اشوف اتصل ولا لسه؟ الاجر والثواب عند الله. قول قول بدل ما انت ساكت كده. اقول ايه بس؟ قلبي وجعني عليها. كنت زعلانه يا خالتي اني بحبسك في البيت. اديني سبت لك الباب مفتوح. شفت عملت فيا وفي نفسك ايه؟ هوني عليك يا اخت كوريا. ربما تكون تاهت منك. مش عارفه تراعيها. هتأنبها ولا ايه؟ استغفر الله يا اخ ابراهيم، ولكنها ما زالت تعيش فوق ارض وتحت سماء خالقها اللي بيرعاها وبيرعاكي، مش هتتوه منه. لا ارض الله واسعه يا شيخ، ممكن تتوه عادي. يا زبطي خلاص، اهدى كوريا، اهدي ما تقلقيش، انا مش عايزك تقلقي. انا طالق وراها كل العيال من كل المناطق اللي حوالينا، ان شاء الله هيلاقوها. ايه كوريا، انا جات لي فكرايه. انت تديني صوره خالتك والتليفون بتاعك وصورهم 500 صوره ورزقهم على كل الاتوبيسات والمحلات، واللي يلاقيها نبقى راضيين. هتحط رقم التليفون على الاتوبيسات؟ ايه اللي سمعته ده يا كوريا؟ معقوله الست الكبيره تضيع منك قد ايه؟ الامانه اللي انا شايلها في رقبتي كان امك، اتحمليها قد ايه يا بنت الناس؟ بقول لك ايه خير، فكك متجوز ابي الجبل ده دلوقتي خالص، انا همي قد المقطم، فين اللي مكفيني؟ ثم انت فين من ساعه ما كلمتك؟ وانت كنت استعنتنا
ما انت من ساعه ما رميتها لي وانت بتطفي دماغك. خلاص يا بنت، خلاص يا بنت يا كوري، عيب استهدي، خدي لك بقي شاي وهدي اعصابك كده. هو ما تكلميش خالك بالشكل ده، ده راجل محترم بردك وكبيركم. هعمل ايه يا بنت الناس؟ انا اللي فيا مكفيني، في هم فوق دماغي اروح ادور عليها. ربنا عطرنا بيها في الدنيا قبل الجنه. سلام. ربنا زيادك جدل كوريا، مفتاح المحل يا بنت الحلال وكل عيش. سيبك وهي في معية الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أكل عيش إيه ومحل إيه اللي أفتحه بس؟ أجد عندي في رقبتي، ده اللي بيبقى عايش مع حيوان لو حصل له حاجة بيزعل عليه. دي مهما كان خالتي برضه عندها حق يا ولاد. الله، ما هو اللي عايش أهو عايش بياكل وبيشرب وينام، واللي ميت أهو بندفنه ونزعل عليه شوية ونقول خلاص الحي أبقى من الميت، لكن اللي تايه عقله بقى ده نعمل له إيه يعني؟ نحزن عليه ولا نعمل فيه إيه؟ والولية غلبانة يا ناس، عقلها مش فيها، ما بتعرفش السما من العمى خالص. إيه يا كوريا؟ سمعتهم يا أختي بيقولوا في الميكروفون إن خالتك تاهت. لما تعتري عليها ما تبقيش تحبسيها وتسيبيها تعيط ورا الباب، لحسن والله قلبي بيتقطع عليها. مش بنت من هنا. غوري من هنا احسن، وتربه امي افرج عليك امي تلاقيها. الله، هو انا غلطانه يعني اني بقولك يا رب تلاقيها؟ دي سندس دي ليها الجنه، هي مخها طق من شويه. شوف شوف، خلاص خد يا حبيبي. انا سلي على النبي، على النبي. انا مش مصدقه ان انا مسافره من غيرك يا بابي. انا مش فاهمه اصلا انا مسافره، مسافره ليه ولا هربانه من ايه؟ بابي انا عملت ايه غلط؟ فهموني بس. حبيبتي حبيبتي نو بروبلم، خليكي جامده كده وحلوه وكل حاجه، يومين وهترجعي ان شاء الله. هايدي، انا هخلص شويه حاجات عندي كده وهاجي وراك على لبنان. انا ما ينفعش اسيبك هناك لوحدك. لبنان دي مش هتنفع تكون اكتر من محطه اليوم او اليومين، لازم بعد كده تروحي اليونان او لندن، لان مفيش بيننا وبينهم اتفاق التسليم مطلوبين. هايدي، الحمد لله انا لحقتك حبيبتي. خلي بالك على نفسك، ها وجمدي انت قدها. ها ماشي، باي باي يا بابا. باي يا روحي، باي باي. خليكي جدعه بقى. ها ماشي. اوكي ماشي، كلمي نعم. حاضر، يلا باي باي يا نادر. خلي بالك من نفسك. باي. هايدي، لا اله الا الله محمد رسول الله. باي. هايدي أبو طالب السيد السنتولي، موقفها إيه؟ تمام تمام، أنا آسف يا مدام، في قرب هناك بالسفر.